أهلا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الاقتصادية من قناة الجزائر عنوان. بداية، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في الجزائر والتعاون مع كل الشركاء والاضطلاع بدور استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أضاف الرئيس أن الوقت قد حان مع بداية السنة الجديدة بعد أن تحقق لبلادنا الصرح المؤسستي، وأن نتوجه جميعا لاستكمال الأشواط الحساسة المنتظرة في الأمة، وهذا نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة، مشيرا إلى أن وجود إرهاصات تحرير هذه الطاقات من قبضة الاحتكار ومتعهدي الطفيليين المستنزفين للخيرات الأمة بغير وجه حق. إلى خبر آخر، أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة في قطاع المالية، خاصة إدارة الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، بهدف تحسين وجود الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين المتعاملين الاقتصاديين. كما أكد حرصه الخاص على ضمان استمرارية مسار الإصلاح الميزانيات والسعي إلى ترشيد الإنفاق العام وإضفاء الشفافية في مجال المالية العامة، وضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بتسيير ميزاني في أقرب الآجال. كما دعا الوزير أيمن بن عبد الرحمن كامل مستخدمي قطاع المالية إلى اليقظة المستمرة والالتزام بالقواعد الصحية لحماية الجميع وتعجيل تجاوز الجائحة، وهذا كان معبرا على امتنانه العميق وتقديره العالي للمجهودات المبذولة من طرف إطارات وموظفي القطاع للقيام بالمهام الموكلة لهم بالرغم من صعوبة التي يواجهونها. كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لمشروع قانون يسمح بتنسيق هوامش ربح التجار، وهذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مع مراعاة المصالح التجارية للتجار. كما أضاف الوزير أن هذه الأسواق ستسمح للمنتجين الفلاحين بيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك، وبهذا ستكون في صالح القدرة الشرائية للمواطن. كما أكد أن مادة الزيت وما يتم تداوله حول ندرتها بسبب المضاربة والأخبار الكاذبة، ليكشف أن الدولة خصصت 4000 مليار سنتيم في عام 2022. وفي خبر آخر، تبرأ الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان له من دعوات لرفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دينار جزائري، مؤكدا رفع المطالب المشروعة للخبازين إلى السلطات العمومية، وهذا للتكفل بها خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع المدخلات لصناعة الخبز من خميرة وأياد عاملة، وذلك قصد ضمان هامش ربح مقبول للخبازين دون مساس بالقدرة الشرائية للمواطن. مشاهدينا الكرام، نشرتنا تمت، إلى اللقاء.